عبر الهاتف من الرياض ينضم لنا الدكتور شوق الشرجبي وكيل وزارة الصحة لقطاع الطب العلاجي. أهلا بك معنا دكتور شوقي. في ظل الكارثة التي يعيشها اليمن التي يعيشها اليمنيون الآن، وباء الكوليرا الذي يهدد حياة الملايين، الأدوية محتجزة لدى الحوثيين، ما السبيل للحصول عليها؟ ما السبيل لكي يفرجوا عنها؟ يعني ما المطالب؟ سمعنا بأنه حتى ربما يطالبون بمبالغ بالية في سبيل الإفراج عن هذه القاطرات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. حقيقة نحن في وزارة الصحة والحكومة اليمنية لم يصلنا تقرير رسمي بهذا الوضع الذي شرحتوه في تقريركم، ولكن سبق يعني من وكالات الأنباء. سيد دكتور شوقي، هذا من وكالات الأنباء يعني تتحدث عن هذا الموضوع. نعم، يعني كجهة رسمية لم تصلكم بعد أنتم ك نعم، ما يعني أختي العزيزة، أنا أعني أنه منظمة الصحة العالمية والمنظمات الدولية في كل دول العالم عندما دعاء من أي أعمال ترفع إلى الحكومة بأنه تم كذا 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 وتم إعافة كذا، وترفع بهذا بأوراق رسمية وبمراسلات، ولكن على العموم على كل حال نحن في وزارة الصحة طالبنا المنظمات الدولية وطالبنا الجهات المانحة بأن هناك مملكات كثيرة لليمن، ليس فقط ميناء الحديدة، في ميناء رموت، ميناء عدن، في مطار عدن، في إمكانية الآن في حبر ميناء المخاط، مهم كثيرة. فإذا تعذر خلاء من ميناء ممكن تحويل المساعدات الطبية والإغاثية عبر مواني كثيرة. طيب، لكن الآن في ظل الوضع الحالي، الآن في ظل احتجاز الحوثيين للمساعدات، في ظل أعداد المصابين والحالات المشتبه فيها والأطفال والكبار في السن، يعني منظمة الصحة العالمية تحدث بأن الحالات تجاوزت 1800 حالة في منطقة محددة، في يعني حتى أن المناطق إن اختلفت، يعني هناك أعداد كبيرة من الإصابات. المسؤولية الملقاة عليكم لإنقاذ الشعب اليمني، إنقاذ أطفال اليمن. في وزارة الصحة نحن ما زلنا متعاونين لدرجات كبيرة مع المنظمات الدولية، وننتظر منها تقارير حول الوضع بصفة رسمية، ولكن جهودنا ما زالت مع الإخوة الأشقاء في دول الخليج، في المملكة العربية السعودية، في الإمارات، في الكويت، كثير من الدول الخليجية ما زالت إلى الآن وباستمرار، وشاكرين لها دعمها في هذا الجانب، وتقدم الكثير في سبيل التخفيف عن المواطن اليمني. اضيف الى ذلك وزاره الصحه من خلال مكاتبها المنتشره في جميع المحافظات، نعمل ما تستطيع وبحسب امكانيتها المتاحه، ونسال الله ان يفرج عنا ما نحن فيه. شكرا لك على هذه المداخله دكتور شوقي الشرجبي وكيل وزاره الصحه لقطاع الطب العلاجي، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض.